السلام عليكم، أسعد الله مساكم كل خير، مساء الخير مساء الورد على الجميع. أخوكم متعب السعد، لا تنسون تشتركون معي بالقناة وتفعيل الجرس لمشاهدة كل جديد في عالم السيارات. والشيخ اللي معانا اليوم سي 200 ألماني، مرسيدس سي 200. باخذ بكم لفة علشان تشوفون شكل السيارة بشكل كامل، ومن بعدها نفصل لكم كل تفاصيل السيارة. طبعا عاد على الأجواء الجميلة هذه تصير تغطية تشرح الصدر على قولتهم، جو جميل ووجه حسن. ما شاء الله تبارك الله. شوف طبعا 6 حساسات خلفية و6 حساسات أمامية، هذه تعني أنه فيها نظام الاصطفاف الذاتي أو نظام الاصطفاف، مساعدة الاصطفاف، آسف، مساعدة في الاصطفاف. الإنارة كاملة فل LED سواء كانت الأمامية أو الخلفية. طبعا هذا تغيير الفيس ليفت اللي تغير بالشمعات وزي كذا بعام 2019 وهذه 2020 أتوقع، أيوة هذه 2020 مظبوط. فهذا الشكل كامل، طبعا يفرق معاك الشكل على حسب يعني شوفوا هذه السيارة مثلا جاية من ألمانيا بالشكل هذا، تجي على حسب المواصفات. شوفوا اللون الثاني، هذا لون فضي وهذا لون أبيض، كل هذولي ألماني وهذه ألماني. أبوريكم شكل، شوفوا هذا خليجي، شوفوا الفرق، لكن بمواصفات أعلى. شوفوا الشبك تغير، الجنوط تغيرت، الكتات كأنها كتات الام جي. تغييرات بالمواصفات شيء بسيط تفرق بالسعر، تفرق بشكل الجمالي طبعا للسيارة. فأنت واختيارك وش تختار راح يجيك على نفس الشكل اللي أنت تبيه. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا الخليجي، لكن بنغطي لكم الألماني الجميل. طبعا بوريكم السعر، مرسيدس سي 200 2020 جديد ب 195,000 شامل الضريبة. طبعا بيكون في سعر خاص لمتابعيني بشكل عام سواء كان على اليوتيوب أو على سناب شات، أي أحد يتواصل مع المعرض راح يعطيه الخصم الخاص في متابعين متعب بإذن الله. عندكم هنا الجنوط مقاس 17، الإشارة بالمرايات، طبعا اللي يجي فل كامل يكون فيها مثلا دخول بالبصمة وزي كذا، هذه ما فيها دخول بصمة طبعا. الميزة الجميلة اللي موجودة فيها سقف بانوراما، فيها سقف بانوراما ما شاء الله تبارك الله. الحساسات الخلفية مثل ما ذكرنا سي 200، الإضاءة فل LED، هذه الشكامين موجودة، فتحتين شكمان. طبعا اللي تجيك كتات AMG تكون الديفيوزر شكله جميل بشكل رياضي أجمل من كذا. البنزين جاي على اليمين فهذا يريحك برضو بالمحطات ما يكون في زحمة. ما شاء الله تبارك الله. طبعا برضو نسيت أذكر لكم كاميرا خلفية موجودة بالسيارة. بسم الله نفتح لكم الشنطة، هذه الشنطة السعة حقتها جدا جميلة السعة، وبإمكانك برضو تصفط المراتب، تصفط المرتبة اللي بالنص هذه فقط اللي بالنص. ما شاء الله تبارك الله. طبعا تتسكر يدوي، وهذا شكل المفتاح، قفل وفتح الأبواب وفتح الشنطة. وهذه كفاءة الطاقة سي 200 2000 سي سي موديل 2021. الميزة الجميلة دفع خلفي تمشيك 16.4 كيلو للتر الواحد، البنزين 95 لكن ممتاز ما شاء الله تبارك الله. وهذا شكل الماكينة، طبعا مثل ما ذكرت لكم من شوي الماكينة 2000 سي سي 4 سلندر، 2000 سي سي توربو، الأحصنة فيها 204 حصان ما شاء الله تبارك الله. الميزة الجميلة دفع خلفي، فهذا من أشياء الجميلة في السيارة. بنفس الوقت الجير من 9 سرعات. نجي نشوف الخلفية، شوفوا تنسيق الألوان، التخشيب الطبيعي ما شاء الله تبارك الله، الكروم، فتح الشبابيك، مكان للتخزين، المراتب جلد ما شاء الله تبارك الله. بسم الله برضو تكييف خلفي، طبعا فتحتين USB ومنفذ 12 فولت، هاي من الأشياء الجميلة. طبعا
طبعا عندكم المرتبة هذه موزونة على مقاسي، شوفوا القصة هذه علشان تعطي راحة للراكب، بحيث انه لو صار طويل فطبعا انا ما اخذ راحتي تقريبا، يعني مساحة شوي كويسة. شوفوا المساحة تقريبا 3 أصابع أو 4، طولي 170، فما اعطتني المساحة الحرة. طبعا هنا ناظر شوفوا المساحة ايش الوسع اللي موجود، شوفوا الجمال هنا، سقف بانوراما مفصول، الستارة هذه تنزل تدخل من هنا والستارة الثانية تدخل كذا، فصايرة عكس، فما شاء الله معطي يا جمال مع الأجواء هذه جدا جميلة ما شاء الله. طبعا نشوف التكة هنا، هذا الكوب هولدرز من الجهتين، وعندك هنا مكان للتخزين. بسم الله. ونظام الأزوفكس الخاص لمقاعد الأطفال برضو موجود فيها، وهذا الشكل كامل. شوفوا الجمال وشوفوا الفخامة ما شاء الله تبارك الله. وهذا شكل اللد، اللد النهاري طبعا. شوفوا العدسات، 4 عدسات عادي و4 عدسات النور العالي. بوريكم الشكل من ورا، لكن خلينا نشغل لكم السيارة. شوفوا الإضاءة ما شاء الله تبارك الله، بسم الله الرحمن الرحيم. مرسيدس بنز، شوفوا الإضاءة الخلفية كيف جاية، فول LED، وبرضو لمبات اللوحات LED باللون الأبيض. هذا الشكل كامل. نوريكم الإضاءة برضو إن شاء الله نلحق على السنابة. نشوف الإضاءة الفوق العادي واللي تحت العالي. يا جمال الداخلية مع الإضاءة المحيطية، عندك هنا والإضاءة اللي تحت بالأقدام والإضاءة اللي بالأبواب، وبرضو شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله، شيء جدا جميل. نجي الآن للمنطقة الأمامية جهة السائق، طبعا نفس الشيء والتخشيب، لكن هنا عندك التحكم للمقاعد كهربائي ب3 وضعيات تخزين، صفط المرايات، التحكم بالمرايات الجانبية، الشبابيك أو القزاز كامل تفتحها وتسكرها أوتوماتيك، هنا قفل الأبواب، وبرضه هنا زر فتح الشنطة ما شاء الله تبارك الله. طبعا التحكم بالمراتب مثل ما قلت لكم كهربائي، مرتبة السائق ومرتبة الراكب بنفس الوقت ما شاء الله تبارك الله. هنا التحكم بالإضاءات الخارجية، الكشافات، وهذا للتحكم بالإضاءة الخاصة للطبلون. نركب ونشوف الجمال، بسم الله. التشغيل بصمة ما شاء الله تبارك الله. طبعا شوفوا الإضاءة الداخلية أو المحيطية من 64 لون، تقدر تتحكم باللون اللي أنت تبغاه. جاية على تحت الأقدام تكرمون، وعلى الأطراف للأبواب، وهنا خلف الكونسول الوسطي. طبعا عندكم هنا العصا الخاص بالمساحات وبالإشارة بنفس الوقت، وهنا العصا الخاص للجير طبعا، أو هذا الجير نفسه. التحكمات اللي موجودة على دركسون، هنا مثبت السرعة والتحكمات اللي موجودة فيها، وبنفس الوقت للتحكم بعداد الرحلات اللي موجود بالنص من الفارة هذه، تقدر تغير اللي تبغاه. طبعا هذه وضعيات الطبلون، يتغير معك ثيمات، هذا سبورت، كلاسيك، شوف كل 3 وضعيات تقريبا تحكم عليه من الفارة هذه، وتقدر ترجع للهوم وتختار اللي انت تبغاه من هنا، الميوزك، التليفون، الرادو، النافيجيشن. بحكم انه الماني فما في النافيجيشن، مو محدث هنا. هذه التحكمات اللي موجودة عن طريق الأزرار اللي هنا، الهوم والفارة هذه والرجوع من هنا.
التحكمات اللي موجودة هنا خاص خاصة بالشاشة اللي موجودة بالنص، ما شاء الله تبارك الله تقدر تتحكم فيها من هنا كاختصارات. عندكم هنا ثلاث فتحات تكييف، فتحة يمين وفتحة يسار بنفس الوقت، مناخين منفصلة، مناخ الخاص للسائق ومناخ خاص للراكب يقدر يتحكم فيها من درجات الحرارة من هنا أو من هنا. وهذه كلها اختصارات خاصة للتكييف، وهذا المنيو تضغط عليه يطلع لك التحكمات الخاصة بالتكييف. برضو هنا في اختصارات النافيجيشن والرادو والميديا والساعة الكلاسيكية لمرسيدس والتليفون والتحكم بالإعدادات الخاصة للسيارة والفليشر. تخشيب مثل ما تشوفون جدا جميل ومطعم بالكروم. عندكم هنا خلنا نفتح الإضاءة عشان يكون باين، ما شاء الله تبارك الله. منفذ USB، هنا الشاحن لاسلكي، دخل جوالك هنا ويشحن شحن لاسلكي. طبعا كوب هولدرز اثنين، طفاية بعلامة مرسيدس. تحكمات بالشاشة من هنا بالكونسول الوسطي، هذا الدرايف مود تقدر تغير وضعيات القيادة من السبورت، سبورت بلس، اندفجوال، وكومفورت، وايكو. وهنا تبين معاك في الشاشة الوضعيات كاملة من الزر، هذا زر الحساسات، زر الكاميرا الخلفية، هذا شكل الكاميرا الخلفية. بسم الله، شوفوا الرؤية حقتها ما شاء الله تبارك الله. طبعا شاشة مو تاتش، مو باللمس، تتحكمها من هنا. هذه الفارة تلف يمين ويسار، تقدر تتحكم باللي انت تبغاه من هنا. فهذا زر الكاميرا، هنا زر الكاميرا، هنا الستارت ستوب الخاص بتوفير الباص لتوفير الوقود، الستارت ستوب. طبعا هذا شكل جمالي مخلينا، لكن عندك هنا الرجوع وتتحكم بالهوم، تقدر ترجع. كذلك قاعدة تريح يدك فيها بحيث انك وقت ما تتحكم بالفارة هنا او هنا، برضو نزر الهوم يرجعك للقائمة الرئيسية، التحكم بالصوت للمسجل، وبرضو تطفي المسجل من هنا. فهذا الشكل كله كامل جدا جميل مع التخشيب الخشب الطبيعي. فتحات هنا، التكاية اللي بالنص فيها فتحات USB 2 وذاكرة، ففيها فتحات USB فتحتين وفيها فتحة ذاكرة، التكاية اللي بالنص وبرضو تنفتح على جهتين، فجدا جميلة. وعندكم هنا المراية، نظام التعتيم، الإضاءة كلها LED باللون الأبيض، نوريكم إياها هذه الإضاءة ما شاء الله. حافظة نظارات، نظام الاتصال للطوارئ، التحكم بالفتحة السقف أو البانورامية من هنا، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. طبعا مثل ما وريتكم فتحتين سقف بانورامية. عندكم هنا الشماسة برضو بإنارة للراكب وكذلك للسائق بالإنارة. طبعا وما ننسى الدرج اللي موجود هنا، بسم الله. وفيه زر خاص للشنطة بإمكاني أقفلها وأفتحها بحيث أنها ما تنفتح من برا، ما شاء الله تبارك الله. طبعا شوفوا الزر هذا للإضاءة اللي هنا بالنص، لكن اليمين واليسار إضاءتهم بالمراية تحت المراية. كذا انتهينا من تغطية مرسيدس C200 ألمانية. طبعا الضمان للألماني سنتين، يعتبر ضمان مصنعي، تقدر تدخلها للجفالي أو الوكيل الخاص فيك، سواء كنت بالسعودية بيكون الجفالي، من برا عاد كل واحد والوكيل الخاص فيه. السعر بالبداية حطيت لكم إياه 195,000 شامل الضريبة، لكن الأسعار الخاصة فيني أنا بعد الخصم، من مجرد أنكم أنتم تبلغونهم أنكم جايين من طرف متعب السعد، راح يكون بسعر 185,000 شامل الضريبة. يعطيكم العافية لتغطية أخرى إن شاء الله، فمان الله.